أنا واحد الإنسان ما عندي زهر لا في الحب ولا في المصاحبة، ما عرفتش علاش. كل ما كان حاولت أنا تكون عندي تتيزة في حالي في حال الناس كان فشل في أي محاولة، يمكن حيت وجهي ماشي ديال الحب أو للقفي مع ورفي. وفي هذا الفيديو غادي نعرض لكم أكبر 3 قمعات اللي تعرضت لهم ولكن اللي ضحك عليا مبلوكي. اول مره كنشوف شي بنت كتشوف فيا وكتبتسم بهذه الطريقه، الصراحه عيني قربوا ينطقوا وبغيت نزعم نهضر معها ولكن هي فاجاتني في الاخر. جالس بوحدك؟ جالس بوحدك، تفضل. اسمح لي، انا عندي هذا الكرسي. شكرا. واش هادشي كنسمع؟ واش انا كنحلم؟ واش هادي كتهضر منيتا ولا مطلعاها عليا؟ كاينه فرصه تقيل. لا لا لا، بغيت نعيط معاك وصافي. غير تعيط. انا من الناس اللي ما كتعجبهمش الحكره صراحه، ملي شفت هذا المنظر قلت انضرب عصفورين بحجر واحد، منها غادي نفكها من هاد ولاد الحرام ومنها غادي نبان في عينيها بطل وتقدر تصحي. هو الدراري هو هذاك، راه هو هذاك اخي مصطفى. يلا الحاج صراحه شغنشوف اللي دخلت في قلبي بحال خير. والله العظيم والله يا عمرتي ديالي، والله يا عمرتي ما يترابط. ما
صافا ايتوا